اللاعب على الجهه اليمنى، محاوله التوزيع خطيره. اوه هذا لهم ضربه جزاء، اعطى لهم ضربه جزاء حكم المباراه. هذه الركله ياخذ كامل وقته باتسون دوكا. مراوغه ناجحه، العرضيه عرضيه، الهدف الهدف الثاني. دخلت الكره في الشباك في المرمى، لا يقول الحكم الكره اعتقد انها دخلت، وهدف غير محتسب للمنتخب الوطني الجزائري. سنشاهد ذلك بالعرض البطيء، اعتقد ان الكره دخلت. اسماعيل يوزع وبالراس، تبقى دقيقة ونصف، الكرة خطيرة يمر أحمد عيد، يرفع الكرة عرضية. أوه يا يا يا، على هذه الكرة خطرة وتلعب مرة ثانية. الجول الله، كبير. الجماهير الجزائرية لا تزال تصفق لجمهورها للاعبيها، وخطأ سطر الحكم دوبليكير لصالح دفاع المنتخب الأمريكي واحتجاج اللاعبين الجزائريين على الحكم. المباراة غزال ولمسة يد يا سيد الحكم، لمسة يد واضحة يا سيد الحكم، لم يقل شيئا الحكم الأنغولي، كانت واضحة. آي 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 آي. ضرب جميع مشاهدينا الكرام، كم سيضيف ويطمئننا عبد الكريم. نلعب 18 دقيقة ويعلن الحكم. سألها في اللعب كي قاسوا هنا ضربة جزاء شرعية صحيحة، لا غبار عليها للمنتخب الوطني، لم يعلن عنها السيد بوندو. شوف الرجل اليمنى تاع المدافع، أي وين خطيرة المنتخب الزومبي، محاولة التسديد والكرة لم تمر، لم تمر لأن حسين بن عياد على ضربة جزاء غريبة. خليوه، لا 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 يا رئيس، لا يا رئيس، الله يحمي الدكة والرئيس والتسديد.